للمشاريع الصغرى او حتى تعاونيات المشاكل اللي واجهوها في تسويق منتوج. خاصو يعم على المواطنين كاملين، اللي سواء اللي عنده تعاونيه وسواء اللي عنده جمعيه وسواء اللي ما عنده ما. وعلى سجيتها انطلقت فعاليات هذا اليوم من تنظيم المنظمة الجهوية التجمعية للمرأة بجهة العيون الساقية الحمراء تحت شعار المرأة صمود وتحدي لتحقيق التنمية. اليوم هو يوم كان يشهد تفاعلات من المتدخلين ومناضلات الحزب، أطرت عبره مجموعة من الورشات، منها ورشة التسويق، ورشة التعاونيات البحرية، وكذلك المواطنة والموظفة إقليميا وجهويا. هذا اليوم التواصلي كان فرصة للوقوف على مجموعة من الإكراهات التي تصادف نساء تعاونيات المنضوية تحت لواء حزب التجمع الوطني الأحرار، وكان فرصة كذلك للخروج بتوصيات نتمنى إن شاء الله أن تتخذ بعين الاعتبار في برنامج الفيدرالية الوطنية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أهني كل نساء العالم خاصة نساء العالم العربي بهذه المناسبة، ولا يفوتني إلا أن أنوه كل اجتهاداتها وطموحاتها وتحدياتها التي قامت بها في حملة انتخابات 2021 8 سبتمبر، والتي نجحت في امتصاص غضب الشارع الذي كان عازفا عن أي تصويت، إلا أنها بقدرتها وطموحها وتصديها نجحت في إقناع الشارع وإرجاع الثقة له، والحمد لله أننا انتقلنا من مسار الثقة إلى مسار التنمية. من هذا المنبر لا يفوتني إلا أن أنوه بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الفيدرالية للمرأة تجمعية، وأنوه بكل عمل ومجهود جبار خاصة للسيدة الرئيسة بن خضر أمينة وكل مناضل حزب التجمع الوطني للأحرار.